لكن هذه تكون تختن. ولذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. انتهى خلاص، ما في نقاش، ما في مراجعة، مقضي. قديش باقي؟ خمسة. خمسة؟ طيب، وكان أمرا مقضيا انتهى، يعني صدر القضاء. قضاء مين؟ قضاء الرب. طب سؤال، فيهم فراغ، احنا مش عارفين كيف في النهاية قبلت ما قبلتش، ندريش ندريش شو اللي حصل، ليش هذه الآن مسكوت عنها، لأنه ممكن نروح على طول على طول خدرها. تمام، ممكن قبلت، هو بينتظر إنها تقبل، ما هو أمر مقضي وبعدين هو مرسل للتنفيذ. قبلت ما قبلتش، طب هي قبلت ولا ما قبلتش؟ مع هالمفاجأة هاي تمنعت ولا ما تمنعتش؟ ما هن أصلا النسوان طبيعتهم الله خالق فيه الإناث بشكل عام، ما يسوي التمنع هذا، والتمنع جزء من الفطرة. طب هي الروح، الروح انتظر يعني إنها موافقتها، غابت عن وعيها ولا إيش اللي حصل؟ ما ندريش، ما ندريش، هذا فراغ. هون نكمل إن شاء الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيكم.